اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. ما في إنسان تفوق إلا وراء أم أو زوجة، ما في إنسان أساء إلا في إهمال التربية. بس كلمة تانية بيحكوها ما بعرف مدى صحتها، وما في إنسان حيواني كما في وراء امرأة كمان أهمل التربايته، يعني هيك خذوها على جهتين، خذوها من هندامه، من نظافته، من أدبه، من حشمته، من سكوته أحياناً، هي وراء أم. يعني ما في إنسان عظيم إلا وراء امرأة. كذا ربي على الكلمة. والله أنا بحياتي التعليمية ب35 سنة ما وجدت طالب خلقه عالي إلا أنا أعتقد يقيناً وراءه أم